تتجه جامعة الملك خالد إلى إنشاء شركة استثمارية. تأتي هذه الخطوة وفقاً لمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجلة السلمي، بعد تدشين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، الرئيس الفخري لأوقاف جامعة الملك خالد، الصندوق الاستثماري لأوقاف الجامعة في الحفل الذي أقيم على مسرح جامعة الملك خالد. حقيقة هذا يوم تاريخي في تاريخ جامعة الملك خالد، هذا اليوم الذي نسعد فيه بتشريف سمو أمير منطقة عسير سيدي صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، وسمو نائبه الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، وتدشين أوقاف الجامعة والصندوق الاستثماري الوقفي لجامعة الملك خالد، والذي نطمح كلنا من خلاله حقيقة إلى استثمار طاقات منسوبي جامعة الملك خالد واستثمارها في سواء في الجوانب الأكاديمية أو خدمة المجتمع أو أيضا الجوانب المالية وزيادة موارد الجامعة. وهذا كما تعلمون ما نصت عليه رؤية المملكة وبرامج التحول الوطني من دعم الجامعات لتحقيق موارد ذاتية خاصة فيها. احنا حقيقة بدينا من حوالي 9 شهور في إنشاء هذا البرنامج، وكما لاحظتم أيضا الاستراتيجية التي اتخذتها الجامعة في طرح مشاريع استثمارية وصندوق وقفي استثماري، والحمد لله المشاريع اللي طرحت لاقينا عليها اقبال كبير جدا من رجال الاعمال، ايضا هناك رجال اعمال كثير حقيقه وشركات طرحوا علينا مشاريع اخرى غير المشاريع اللي الجامعه ركزت عليها، وباذن الله تعالى هذه هي نقطه البدايه والانطلاقه لاوقاف جامعه الملك خالد وصندوقها الاستثماري الوقفي، وباذن الله نحقق سويا مع ابناء المنسوبي جامعه الملك خالد وابناء منطقه عسير، وبدعم ورعايه من سمو امير المنطقه وسمو نائبه نحقق الاهداف الماموله والمرجوه من هذا الوقف باذن الله تعالى. هذه الشركة ستعمل بروح القطاع الخاص وتنطلق بمشاريع الجامعة الوقفية والاستثمارية بكل سهولة نحو تفعيلها وتحقيق أهدافها، إيمانا من الجامعة بأهمية تجاوز معوقات الإجراء الإداري التقليدي وتوفير البيئة المناسبة للشركاء في مجلس النظارة واللجنة الاستثمارية لأوقافها. الحمد لله هذا هو اليوم الأول لتدشين هذه الأوقاف، وجامعة الملك خالد مثل كثير من الجامعات التي سلكت هذا المنحة لتحقيق رؤية 2030، والدولة اتجاهها الآن هو هذا الاتجاه. لا شك أن الجامعة تحتاج إلى تنوع في مواردها، ومن أهم هذه الموارد هي الأوقاف. والأوقاف كما رأينا في التدشين قبل قليل معمول بها في جامعات عالمية كبيرة مثل هارفارد وأكسفورد وكامبريدج وغيرها. نحن نسعى وراء المشاريع النوعية التي بعد دراسات الجدوى وجدنا أن هناك مشاريع نوعية خاصة بمنطقة عسير ولا يوجد فيها متخصصين، لذلك سعينا وراء الكليات المتخصصة بإيجاد مشاريعهم. هذا المشروع يهدف على أن تكون جامعة الملك خالد ركناً ركيناً في تنمية المنطقة من خلال أوقاف فاعلة تحقق الأهداف المشتركة.